الإخبارية في دمشق وريفها. ديما، المعلومات الأخيرة المستجدة حول ما يتعلق باحتجاز 200 شخص في القابون والمعلومات الأخرى طبعا؟ نعم، يعني بالنسبة لحي القابون الآن يتعرض حقيقة لقصف بالدبابات وأيضا إطلاق رصاص. هناك اليوم محاولة لإخلاء الأهالي المحاصرين داخل الحي. خرجت بعض العائلات، لكن يعني خرجوا تحت القصف وتحت أصوات الرصاص وتحت قصف الدبابات أيضا، ما يشكل خطر على حياتهم. بالنسبة لخبر موضوع احتجاز الأهالي في مسجد العمري، هذا الموضوع كان البارحة، يعني كانت هناك محاولات منذ الصباح لإخراج العائلات من الحي بسبب الحصار والقصف على الحي والوضع الإنساني المزري وانقطاع كل سبل الحياة. فقام النظام باحتجاز المدنيين في مدرسة وفي بعض الأبنية في مدخل الحي وفي منطقة الوحدات الخاصة، وهي المنطقة القريبة من مسجد العمري الذي يتم الحديث عنه. لكن يعني حوالي بعد فترة تم إخراج يعني عدد من العائلات من تلك المنطقة، وأيضا اليوم هناك محاولات لإجلاء هؤلاء المدنيين. يعني لم يتبقى يعني من 200 تقصدين إلا عدد أقل من هذا؟ في الموجودين في مسجد العمري الذين تم الحديث عنهم في تقريركم، تم إخراجهم جميعا من المسجد، يعني وفك الحجز عنهم وإدخالهم إلى داخل الحي، لكن منعوا من الخروج خارج الحي. يعني هم محاصرين الآن داخل الحي بشكل كامل. طب هل تسربت عنهم روايات عن الطريقة اللي تمت التعامل بها معهم من قبل عناصر جيش النظام؟ يعني فقط هو موضوع الاحتجاز. طبعا التعامل عادة يكون من قبل عناصر النظام هو تعامل سيء، إنسانيا سيء للغاية. لكن يعني نؤكد أن حياة هؤلاء المدنيين كانت يعني على ما يرام، وخرجوا بصحة جيدة، يعني الحمد لله وضعهم جيد. الآن هناك مناشدات ونداءات لإخراج جميع العائلات المدنيين الموجودين داخل الحي، موجودون يعني متكدسون سواء في الأقبية أو في بعض المدارس مدخل الحي أو في بعض الأبنية عند مدخل الحي، يخشى على حياتهم بسبب القصف الذي يتعرض له الحي بالدبابات، وبسبب منع النظام من خروج هؤلاء المدنيين خارج الحي، أيضا بسبب نشر القناصة اليوم منذ الصباح. طب ديما، قبل ما أنتقل إلى أخبار اليوم لأفهم الصورة، تقولين إخراجهم يعني من الحي قاطبة، يعني من كل الحي أن يخرجوا هؤلاء المحاصرين؟ نعم، هناك ضرورة ملحة يعني اليوم لخروج المدنيين من حي القابون أو إيقاف القصف. القصف طبعا مستمر بالدبابات، بالقناصة منتشرون القصف، أيضا بالمدفعية الثقيلة. اليوم المدفعية الثقيلة من العيار الثقيل تقصف القابون منذ الصباح، وهؤلاء المدنيين كلهم محاصرون. يعني كان لدينا حوالي 700 عائلة، ما يقارب 20,000 مدني موجودون في القابون عندما بدأت الحملة في اليومين الفائتين. في أول يوم رمضان بدأ الناس يعودون إلى الحي، بعدها بدأ النظام حملته العسكرية في هذين اليومين، ما أدى إلى احتجاز هؤلاء المدنيين داخل الحي. معظم هؤلاء الذين بقوا في الحي هم إما من كبار السن الذين لم يستطيعوا الخروج تحت وابل القصف، أو من النساء والأطفال الذين أصيبوا بحالة ذعر. بقوا محتجزين حوالي 48 ساعة فيما يشبه الأقبية، في يعني بعض الأبنية، أو في أيضا يعني أبنية تفتقر إلى أي وسيلة من وسائل الحماية. بقوا بلا ماء، بلا كهرباء، بلا اتصالات، أيضا بقوا بلا الطعام، حتى يعني بعضهم يعني صائمون ل 48 ساعة كاملة. البارحة مساء عاد اتصال النت لفترة قليلة لبعض هذا الأسر، اتصلنا معهم، كانت يعني بعضهم يبكي بسبب يعني هذا الحصار المطبق عليه، بسبب أصوات القصف، بسبب الرعب الذي وصل إليه. يعني الحي عموما خلال اليومين الماضيين أكثر من 18 شهيدا. البارحة كان هناك شهداء برصاص القناصة الذين حاولوا الخروج من الحي، بين الشهداء أطفال وسيدات، أيضا عدد كبير من الجرحى. والوضع الإنساني يرثى له. كما ذكرت هناك حاجة ملحة اليوم لإخراج المدنيين. أيضا ندعو أهالي دمشق فقط أدركني الوقت، أكتفي بهذا الوقت. من دمشق ديما الشامي، مراسلة شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها، شكرا جزيلا لك.